التشكيل الاحتياطي لعناصر فريق الرجاء الرياضي. بالنسبة لحكام المباراة اليوم قبل أن يقودها الحكم ياسين مسلم، يساعد عبد الله الشط ومحمد كرفوت ثلاثية تحكيم من عصبة تادا، فيما حكم الرابع هو محمد عفيف من عصبة دار البيضاء. بالنسبة لتشكيل اتحاد طنجة اليوم، يختار المدرب عبد الواحد بن قاسم والمشرف العام عبد الرحيم طالب كولمن هشام المشهد على مستوى حراسة المرمى. بقية الاسماء محمد حمامي، انسامبي، ستيفي كوفان، يوب الخليقة، يوب الجرفي، رضوان مرابط، طورياغلي، عمر العرشون، المادي النغمي، موكو كونويمي، عبد الكبير الوادي، وعصام الراقي. هذا هو التشكيل الاساسي لفريق الاتحاد طنجة. بنك الاحتياط اليوم كل من طارق الطاح، سفيان الشراف، بن عيسى بن عمر، احمد شنتوف، حمزة غطاس، سمباي، جونيور روستون، وكذلك محمد العمراوي. هذا هو التشكيل الاساسي والاحتياطي لفريق اتحاد طنجة. اتحاد طنجة اللي كان عاد بالتعادل في الجولة الماضية خارج الميدان امام طبعا الحالم فريق اولمبيك خريبكا. فيما الرجاء اليوم يطمح لمواصلة سلسلة من الانتصارات الحقيقة الفريق الاخضر، صورة معبرة في المدرجات من جانب انصار فريق الرجاء الرياضي. كالعادة في كل المباريات هكذا هي الصور وهكذا هي اللوحات من جانب انصار فريق الرجاء الرياضي. جمهور الرجاء الرياضي قصة ابداع ووفاء من زمان في المدرجات، ابداعات تدرس ولا تستتير، يعني في كل مرة يفاجئونك بشيء جديد، في كل مرة يفاجئونك بشيء جديد في المدرجات. قلت لكم هي قصة تعلق تبع العالم من زمان المديد، موسيقى والحان وكلمات تثير دهشة واعجاب الناظر والمستمع اليها، يعني فن في التشجيع وفن في الغناء وفن في الالحان وفن في المدرجات في صورة. سنبدأ من خلال هذا الحوار الجميل. قلت لكم اليوم هي المباراة تحمل في طياتها أشياء جميلة، مباراة الفن والجمال، في أمل إن شاء الله أن يكون حاضر الأداء المميز من جانب الفريقين مع فرق حتى الميدان، سواء من جانب الرجاء الرياضي أو كذلك من جانب فريق اتحاد طنجة. اتحاد طنجة المواصل اليوم حوالي 500 مناصر تنقلوا مدينة طنجة، وعدد التذاكر الذي خصصتها إدارة الرجاء لفريق اتحاد طنجة بحكم يعني السعة الصغيرة والمحدودية الملعب، وبذلك فكنا سنتابع عدد أكبر من عدد الجماهير الطنجاوية الحاضرة وكذلك حتى الرجاوية. هذه مباراة تشرف بحضور الآلاف، بخمسين ألف وستين ألف مناصر من جانب أنصار الطرفين معا. دائما هي الصور من ملعب لبيرشيكو، ليس غريبا عن مرتبة اسمه بالفن في كرة القدم، فن في الفرشة والأداء في المدرجات، هي صفات الأداء طالما كانت حاضرة في مباراة الرجاء الرياضي واتحاد طنجة. تنطلق في هذه اللحظات من جانب عناصر فريق اتحاد طنجة. ماذا سيقدم لنا كل فريق اليوم، سواء الفريق المستقبل الرجاء واتحاد طنجة؟ لكن قلت لكم المعطيات تعطينا إثارة. هذه بداية من جانب اتحاد طنجة، يضيع موكو كونويمي في أول فرصة كان بإمكانه أن يستغل الفرصة ويسجل هدف، يعني في وقت قياسي في مرمى ناس سنيتي. نعود للغات المدرجات، نعود للصوره والفن والجمال الحاضر في لغه في مدرجات الملعب البيرشيكو. ولقاء المتعه وعرس رياضي بكل ما تحمل الكلمه من معنى برسم موجه للجوله 22. ولحسن حظنا اليوم سنتابع مباراه الرجاء واتحاد طنجه، وغدا بملعب ادرار كذلك واحده من المباريات التي ستخطف الاضواء سواء على مستوى الحضور الجماهير وكذلك على مستوى قيمه الفريقين. معنا نتحدث على مباراه حسنيه تقدير والوداد الرياضي المتصدر، الوداد الذي يسعى لمواصله المشوار والتتويج بلقب بطوله هذا الموسم، سيصطدم بالفريق السوسي فريق حسنية تقدير، فريق الذي خرج من أجواء المسابقات القارية بعدما قدم أداء كبير ومشرف من الزمالك المصري في مباراة ربما ضاع من خلال التأهل عن فريق الحسنية في دير ما قدمه الفريق السوسي في مباراة الذهاب والإياب. يواشي فريق منتشي وفريق الوداد الرياضي الذي يواصل مسيرته المميزة في دوري الأبطال. نعود لمعطيات المباراة، ضربة خطا تلعب لفريق اتحاد طنجة، الضغط الطنجاوي مع بداية المقابلة، تبان كرة موكو كونويمي سدد بعيد عن مرمى الحارس انس الزيتي في المقابل. سننتظر رد فعل فريق الرجاء الرياضي وكذلك من جانب فريق الاتحاد طنجة. اتحاد طنجة من خلال
يعني